نال ياسر قاسم جائزة أفضل لاعب عراقي محترف لعام 2015 خلال حفل تم تنظيمه في العاصمة البريطانية لندن. ياسر قاسم البالغ من العمر 24 عام والذي يلعب حاليا مع سويندن تاون بالدرجة الثالثة الإنجليزية كان على وشك الانتقال إلى سوانزي سيتي الذي يلعب في البريمير ليج، لكن الصفقة لم تتم واتفق الطرفان على العودة إلى التفاوض في الصيف المقبل. ونال قاسم جائزة أفضل لاعب عراقي محترف بعد الاستفتاء الذي أجراه موقع اللاعبين العراقيين المحترفين. ياسر قاسم الذي هاجر العراق وهو بعمر 4 سنوات استدعي لصفوف منتخب العراق رسميا في مارس 2014 ولعب بكأس آسيا 2015. كلش فرحان انه فايز هذا الانجاز، فرحان انه الناس بالعيشة مالتي وعائلتي واصدقائي وكلكم جايين ومكان واحد، يعني قلبي كلش مرتاح. طلعت من صغير من البلد، فكل مره ارجع للمنتخب واحط التيشيرت العراقي او البس التيشيرت مال المنتخب، يعني قلبي يرتاح. ومن شفت من رجعت لبغداد وشفت الحب والناس شلون يحجون وياي، شلون سلمون علي، يعني انا بس كنت طفل انه عندي حلم انه العب طوبه، ما عرفت تصير هيك.